حياكم الله مشاهدينا الكرام في أولى حلقات عيد الفطر المبارك في برنامجكم واحد من الثلاثة. طبعا أنت بخير وأنت بخير. العيد يا طال عمرك ما أعطي عيدية صراحة. شي واحد يداوم ما أعطي عيدية. ليش؟ زي البنات اللي عندي. بنات أخوي يبوم عندي لازم. بنات أخويا لازم أشوفهم. بنات أخويا لازم أشوفهم. زير بالي أنا بوزع محتاج صور يعني. أنتم متأخرين والمفروض انتم توزعون عيدية. أنا بوزعها لك. تفضل. بارك الله فيك. يا سلام. جزاك الله خير. من عندك أنت؟ إيداد. إيداد. اعطني قد ما تقدر. لا تقول لا لا اقول لك كم اعطيت؟ اقول لك انا اعطيت 40 وانت 40. انت شد حيلك واعطني اكثر. 40 لا 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 انا اعطيت اكثر. اعطني عندك معد واعطيكم اياه. معد اعطاك عيديه للاسف. شفت كيف؟ يوزع حمر الحين يا اخي صراحه. حقنا على الحمر اللي عندك صراحه طيب. ايه انا حصلت 40 درهم الحمد لله. الحمد لله الله يبارك لك فيه. شكرا. اول عيديه حصلها من 5 سنين. يمكن اي 5 يمكن 15 سنه. قبل كنت تحصل ريالات. أول ريالات خرج بور. شو كبرني يا رجل. ياك الله. علي كلامته بخير بالله. عاد عليكم كل سنة وكل حول. إن شاء الله إن شاء الله. علي كلامته بخير. وانت بألف خير أخوي إبراهيم. أنا ريال مخلص رمضان وريال تعبان. ليش؟ شو سالفة يعني؟ قدموا قد ما تقدرون عني. ليش؟ لا لا قد ما تقدرون. أنت يوم واحد معانا وأنت أصلا في رمضان. بس كيف يا أبوك تداوم يوم العيد؟ والله ما قلت ما قلت ما لا وقال اجازه. قال اجازه. قال اجازه وقال تعال داوموا بروحكم. طب اقول لك مش مشكله مو بهني. قال مو علي من المعد ولا ما قدر. قال لي وقف راتبك خلنا نروح. قال مشاهدينا الكرام كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه. نعاد عليكم كل سنه وكل حول ان شاء الله. واسال الله العظيم رب العرش العظيم يتقبل منكم الطاعات ويجعل شهركم اللي مضى شهر خير وبركه ورحمه ويتقبل كل ما قدمته من خير. الله يخليك وبارك الله فيك. خلص الشهر لكن استمر بأخلاقك الطيبة في الشهر هذه اللي كانت موجودة. تعرف ما يحتاج إني أنا الحين أي وياي في الطريق تلف علي في الطريق. لا ما يصير. بارك الله فيك. تو واحد لف علي بغى يدخلني الرصيف. تو بخلص رمضان. يعني أنت ما قلت له شيء. الله الله فينا أبدا. ولا كلمت تكلمت. ولا قدر ترمش لأنه كان معضل. أوكي صح. إذا كذي صح. فكل عام بخير مشاهدينا الكرام. يعطيكم العافية. أتمنى لكم عيد سعيد إن شاء الله. والله يبارك لكم فرحة العيد إن شاء الله. أكيد مشاهدينا كل عام والجميع بألف خير بمناسبة عيد الفطر السعيد. عاده الله علينا وعليكم كل عام وكل خير وإن شاء الله دائما بالخير وتقبل الله صيامكم وقيامكم إن شاء الله وخشوعكم وصلاتكم وتقبل الله طبعا إبراهيم الزعابي لأنه دائما يعني ما يقول أني أنا ما راح أكون موجود يعني. وهذا دائما ما أعرف شو من الأنواع صراحة. يعني ما أدري النوع من الأنواع شو تعتبر يعني. هذا طعمك الجبر يعني. يعني اسف ابراهيم هل يعني كذبه حميده او بيضه تتسمى؟ لا 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 مجبور, مجبور وما يبغى صبنا. اوكي فجميع بألف خير ان شاء الله. معد يتصل بك ما يقول لك كل عام بخير. الزعابي مثل البرنامج. مثل البرنامج اذا اقول لك اليوم المنتج متصل بك شي يقول لك؟ منتج ما قال لي السلام عليكم. طرشنا تهنئه مال العيد كل عام انتم بخير ترى برنامجكم يوم الاثنين الساعة كذا فلان وفلان وفلان. انزين بعد سوينا تهنئة مال العيد طرش لنا وحدة مكررة عادي. ما وعاك برقاد نفسي؟ صلبي والله ظهر متصل بي 50 مرة ما يرقد ما ادري شو. زين انت لما سألته من اللي ذكره؟ اكيد باشا عبد الرحيم. لكن مشاهدي الكرام نحن بناخذ المكالمة الأولى. اي زين ان شاء الله. زين بالنسبة للجوائز يا جماعة المعد اليوم عطانا الضوء الاخضر بان نحن نحدد قيمه الجائزه. جميل. اول جائزه كم تكون؟ 15000. جميل جميل جميل. للفائز اللي بيوصل للسؤال رقم 15. سؤال رقم 50. لا 15. خل متصل الاول يكمل ويانا لين باكر. ما عندك مشكله. ايه ونخلص وخلاص. باكر عندكم خالد بعد. خل خالد يرحب فيه. خالد يخسرهم. يخاف خالد من المدير. يبا العافيه طبعا. ونحن يعني من خلال البرنامج هذا ارتأت الإدارة أنها تواصل كما يعني سارت العادة أنها تواصل معاكم في أيام عيد الفطر السعيد. وبإذن الله اليوم هذه عيدية بسيطة من يعني الشارجة الرياضية لكل من يتابعنا وكل من يتابع البرنامج بإذن الله. فنحن إن شاء الله بتكونون معنا من خلال أولى المكالمات واختاروا حد منهم يقول ألو. ما أعرف اللي بي ألو. يلا علي بدأ. يا مرحبا. منو ويانا؟ وداد كيف الحال؟ الحمد لله الله يسلمك. شو اخبارك؟ الحمد لله الله يسلمك. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. وانت بخير وسلامين عاد علينا وعليك ان شاء الله.
كيف العيد؟ مواصلين للحين ولا رقدتوا ونشيتوا الصبح؟ لا والله مخلصين امورنا الحمد لله. بس لا ليل الحين على برمجة رمضان ولا تقريبا؟ هي والله لك عليها شوي، يبغونا كم يوم. الله يعينكم، ما بترقدون لين 11 في الليل؟ هو العيد اي والله العيد الشعب كله الساعة 1 يتخلق. اي والله يبغى لك من وحدة ولين الدوام، لين يعني وحدة الدوام خلاص شيء غير طبيعي. الله يعينك يا وداد، صحة طيبة ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. قولي امين. امين. قبل الله منك ان شاء الله الطاعات، ويجعله ان شاء الله ما مضى خير والقادم خير ان شاء الله لك. اجمعين يا رب وياك. وداد باختصار 500 تكفيك؟ لا خسره وايد. كم تبين وداد توصلين؟ حاولي والله بعوض. حاولي عند علي، اذا ما تكفيك 500 ما عندك مشاركه عندي. حاولي عند علي. علي تفضل. وداد السلام عليك. وعليكم السلام. كل عام وانت بخير. وانت بصحه وسلامه. وداد انت اول متصل معانا في البرنامج. هي عادي يعني سوي شوي. انزين اقول لك شيء، ما بنطولها معك، 500 تكفيك؟ لا لا والله ما تكفيني. استوى ألف الموضوع. رجعها عندي أنا. أعطيتك 500 وما تكفيك صح؟ وعندي 500. 350 من الآخر، طالما هو عطاك 500. من الآخر ما في، قلنا لك 500 ما بغيتي. تنزيلات. 350 تمام؟ لا شوي شوي أكثر. لحظة لحظة، هو 350 صح؟ جماعة علي كم تبين عيديتك؟ كم تبين عيديتك؟ هذا السؤال. 1500 وعندي. الله يسهل، هاي الثلاثة أسئلة اللي تجيك كلها 1500. أطول سؤال بنشوف. عندي خلاص علي. أوكي أنا أحس إن هاي الوحيد اللي بتحصل. لحظة أوكي بسيطة بسيطة إبراهيم. عد اليوم أفوز الكل. إنزين أوكي الحين نحن عطيناها 500 طيب 1000 صح؟ صحيح. الحين الله يطول في عمرك ال 500 الباقي عند علي. يلا روح. خلاص نشوف تشكيلة الأحلام ولا نشوف. روح روح. لا لا بنسأل السؤال المعد تعبان حليلة كاتب السؤال عن. عطى السؤال الأول. وبالتحديد عن واير روني. أوكي. مع أي فريق يتواجد الإنجليزي واير روني مدربا حاليا؟ ها ما بغيت ال 1000 شو نسوي لك؟ قلنا لك 500 توه زين كذا الحين راسك عورت من اول سؤال. الحين انت في رصيدك 1000 درهم. يلا تفضلي. بامكان تنسحبين عادي. 1000 درهم ها علي؟ 1000 درهم. في رصيدها. نعم. نعم. ها بامكان تنسحبين. نعطيك الخيارات ونبسطها عليك. تمام. ليدز يونايتد. والله العظيم ما عندي الاسئله ولا لا جديد. والله. فحاولي عل عقبي. ترى انا يا اليوم جابريني اي. فمقفل بارك الله فيك. حاول العقبي حاول. علي سوانزي سيتي. سوانزي سيتي ولا انا برجع عندي ما دام انا وعدتك بال1500 واقول لك ديربي كاونتي. والله اتوقع كاونتي هذا ريال طيب ترى. منو هو هذا ديربي؟ هو ديربي هذا طيب. ها كاونتر ها طيب هذا. وداد بعد ترى عندها مجال انها تنسحب يعني عادي. هذه لا طلع عن قدامي. لا 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 انا بغيت اجاوب. وداد شو تختارين؟ وداد الحين تسجل على جوجل لكن الواي فاي ما براضي يشبك. لا خلاص علي الموضوع عندك. يلا وداد بارك الله فيك واي فاي ما يبالها ترى عشان نقدر ناخذ يعني كميه الاتصالات يا وداد. الجواب الثالث. الجواب الثالث. ثالث عطوه الثالث. عطوه الثالث. صحيح. سهل اجابتك صحيحه. وفازت ويانا بكم؟ 1500. نعم. وداد بتواصلين ويانا؟ لا بس بعد شو؟ بعد 1500 شو تبي؟ تاخذين ال 20 اللي اعطوني اياها توه؟ تبي ال 20 خذي. 20 من عندي. 1500 من سؤال واحد بارك الله فيك. تعرفين انا لو محصل عيديه 1500 ما بداوم. يومين بغيب ما بداوم. يومين غياب صدقني. وهالمعد يسمعني. ما انت متواضع. اجل غياب شو المشكله بقول لك؟ لكن ما حد يعطيك عيديه. الياهل الحين تعطي عيديه تطالع كذي. ما تجوز له تبعها يبعها حمراء. اليوم عطيتهم العشر لديده قال لا تقص علي عشر ما عشر انا ما تمشي عندي. غير ابوي غير. يبقى الزرقاء. ساهلين يا وداد بالبركه 1500 درهم واول متصل عندنا وهذه عيديتك من الشارجه الرياضيه. عندنا مكالمه ثانيه نقول سلام عليكم. سلام عليكم. منو عندنا شباب؟ اعتقد رهف. رهف سلام عليكم. وعليكم السلام. 500 درهم مبروك تكفيك؟ اسمع انت الهراء عندها ما تكفيك. حولي عند علي انا عندي 500 بس زياده ما في. هو عطاك 500 صح؟ صح. وانا اعطيتك 200 ها 700 درهم. 700 درهم والله المفروض تاخذينه وتصيرين تعزمين ربيعاتك اليوم. 700 درهم. لا اسمعي الكلام. 700 درهم زينات يا رهف. انت مو بخسرانه شيء حتى الكنترول هم متصل فيك يعني انت مش انت سمعت كيف قالت لا؟
سمعته مع هرن. لا مع هرن دق هرن. لا صدقني صدقني تحصل 1500 يتصل في ربيعاته تقول لهم خيلين ما عطوني شيء 1500 بس 700 زين بتحصل 700 بدون سؤال شو تبي بدون سؤال رهف ابي الالف تبغى الالف تبغى الالف علي عطى ثلاثة بعطيك السؤال عيال عطوه سؤال الالف يلا سؤال وبالف يلا تستاهلي توكلي على الله عشان فوز اكثر عدد ممكن انزين بماذا يلقب النجم البرازيلي رونالدو ما اعرف صراحه انا ما اعرف النجم البرازيلي مو بهذا الموجود الحين هذا برتغالي زين ما يحتاج لا تفكرين لا تفكرين يسمونه المرعب شوفي رهف دي جي المرعب رهف معاكم معاكم بقول لك حاجه اخذتي 1000 صحيح اعطيني 250 والله اجاوب عنك حلفتي مين 250 لا لا بجاوب فانت مول تمول مستحيل تشتغلين في بنك شو هات رهف انت المفروض يعطونك ميزانيه البيت صدقيني لو يعطونك ميزانيه البيت 10000 ترجعي لهم اخر الشهر 9000 بتنشفينهم انت الظاهره جاوبي الظاهره امورك طيبه خلي لي 1000 مبروك الظاهره قلت قبل بتساعدني مو بالظاهري مو الظاهره ابوي الظاهره مو بالظاهري يا رهف الظاهره الظاهره اي اوكي الظاهره لا دون دون حصلت 1000 درهم منو اللي رمست منو حذالك خالي اعطيني خالد شوي بسلم عليه بعايد به لا لا اعطيني اياه بسلم عليه ما يتكلم موجود بس قريب التلفزيون الصوت بيطلع بس يجي بالتلفزيون ليش انتم تلفزيونكم يشل وايرلس يعني لا اقول انه قريب من التلفزيون قريب من التلفزيون يعني هو اقرب يشوفنا ايوه كل عام انتم بخير خالها خالها الله يخليك ان صحه يا خالها لاني اذا استمر سلامه الله الحبيب سلام كل عام انت بخير وانت بخير هذه بنت اختك ايه اعطيتها درس على الكرم علمتها عن شيء في هذا الامور ايه لازم اكيد انصحها قولها المذيع تعبان وغشش وعطاك الاجابه الصحيحه اعطيه 900 وخذي 100 يلا انا بتفوزنا ها يلا غير الموضوع اقول له خالها سوى عمره ما يسمعني إيه. لا هو داخل انا يبغى يشارك بعد. حبيب كل عام وانت بخير وصدقني يوم هذه بنت اختك والله ما تحصل من 1000 درهم ما بتعطيك شيء وحين بتعطيها عيدية كم عطنا عيدية؟ بتعطيني سؤال كم عطنا عيدية؟ خرفت علي أنت كم عطنا عيدية؟ لا بعد تو وصلت بعطيها العيدية ما عليه خلني أخبرك لا يقص عليك رهف ترى يداوم وراتبه حلو وبعده تو نازل راتب عطها 50 درهم تستاهل إن شاء الله حياك الله الحبيب يا أهلا مرحبا الله يحفظك العافية هي ما شاء الله كذي تعرف مجتمعين الحين المفروض اهل رهف اللي يعطوها الصبح العيدي يشلونها انا محصله 1000 خلاص بس رجع يا بس بس ما بس اقول لك يعني اعتقد انها تقدر تبني لها دوله انا صدق انا صدق لها دوله لو ولدي متصل ورابح 1000 اقتصاديه بشيل عنه باقي العيديه خبيل انت يا ابو 1000 وخلي له الفلوس هزاع من العين هزاع السلام عليك عليكم السلام بارك عيدكم الله يبارك فيك يا هزاع شو اخبارك كل عام وانت بخير الحمد لله وانتم بخير وصحه وسلامه ان شاء الله امين هزاع كيف رقاد معاه كيف اختبص ولا سيده ولا ما رقت ولا مواصل لا 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 والله رقدنا شوي رقت يعني يا هزاع امورك طيبه هزاع الحمد لله ايش حالكم هزاع اليوم الريوق الحوم اليوم الريوق ها الحمد لله الخير والم لازم لحم الريوق ها هي الحمد لله ما اعرف ليش يا اخي المعده تستغرب ليش الشعب كله يتحول لسود في صباح العيد ماشي طارب طال عمرك الحوم وطول الشهر صايم هي هي والله مشكلة امورك طيب انت هزاع الحمد لله والله ايش حالكم انتم ان شاء الله بخير 250 درهم تكفيك ابدا 250 1500 اوكي 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 1500 ايه نشوف الصورة يلا طالع الصورة صورة واحدة ب 1500 روح صورة واحدة ب 1500 يلا طالع الصورة يلا يلا خبرني منو الرجال هذا وينه هو يتابع الرجال هذا يتابع بطر اذا ما يتابع بطرش لي اياه منو اللاعب هذا ما في مجال تدور ما في مجال تدور ما في اي والله ما في مجال لو تسوي ما تسوي الحمادي واو حمادي بس لحظة أي حمادي كيف يعرف الحمادي
انت عرفت ان هذا الحمادي؟ لا الاجابه صحيحه بعد والله. تمام. كيف عرف ان الحمادي؟ هزاع تسمعني هزاع؟ ايه نعم وياك. هذا صحيح الحمادي. روح بيتهم وخذ ال 1500. ما تقصرون ما تقصرون. لا لا عند الحمادي ترى مش من عندنا. لا 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 صبر بس كيف عرف ان الحمادي؟ اما الحمادي صرف للجماعه شيك. كيف هزاع؟ معروف الرجال. هزاع كيف عرفت ان الحمادي؟ هزاع هزاع صار يدور رقم الحمادي الحين. دور ال 1500 عنده. اقول لك روح بيتهم طال عمرك وقول له شوف قول له ال 1500 بتدفعها بتدفعها. الصراحة ما بندفع على الحمادي ريال تاجر. ما تقصر ما تقصر. وبعدين وين يلعب هو وين كان ميلان يلعب ميلان حاطينه ميلان آه يعني لا راتب ولا امتيازات لا اكيد جايين نحن يعني مساكين. هزاع الحبيب. اي نعم وياك. برك ابوي تستاهل 1500. مشكورين. حياك الله يا مرحبا. حياك الله. والله الصراحة الحمادي طلع مشهور. اي طلع مشهور. بس كيف يعرفونه ما اعرف هذا الغراب؟ معروف. غراب القناة؟ معروف والله ما بسيط والله. من تصور يا زوران نكب زوران وتصور يا بنزيما نكبه. تصور واحد ضيعه. حميد حميد سلام عليك. اتحمل حميد. شو اخبارك يا حميد؟ حميد سلام عليك. انت بخير. وانت بخير. شفت اللي طلع في الصوره توه؟ نعم. تحمل يتصور وياك سيلفي صدقني لو عاطينك ترغيب ينزلونك. ما في مضيعينهم الربع كلهم. صوروا يا مدرب ثاني مباراة يطلعونه من النادي. ما عنده لعبان. ياكم نكبكم هناك شيء من الأندية؟ لا لا كثير حمادي وصولات وجولات. حميد شو الصحة طال عمرك؟ خير الله يسلمك. كل عام بخير الغالي. بصحة وسلامة. نعاد عليك بالخير والبركات. أمين. حميد أنت تعطي عيدية أكيد ما تاخذ صح؟ أكيد أكيد. طيب أنت الحين ماخذ عاطي عيدية وياي تبغى تطلع حارتك فينا وتاخذ من عندنا صحيح؟ صحيح. يا أخي مثل ما أعطيت الوادم عطنا. انا اقول لك ما عندي لسلم ما عندي اذا خلت كذي عادي ابو احمد عشان اسوي والله ما تقصر احمد. احمد طرش لنا اللوكيشن الله يخليك عندك اي عشان بتعطينا عطنا بصراحه يعني هذا عيد ما في مشكله. تصدق ان ما حد عيدنا غير 40 درهم يا احمد. 40 درهم اعطونا جزاه الله خير. علي اعطانا 20 20 40 درهم. خل عنك خل عنك موعد كم عطى لك؟ ما حسبت ما حسبت. جزاه الله خير. خليت ترسلها كنت لابس كندوره ثانيه. طيب كريم والله والله انا عايد ابنه ما قصر. انا اهني عائله الحمادي ان هذا الولد البار منكم عبد الرحيم صراحه انتم محظوظين افضل من يمثل عائله الحمادي. بس لو تحاولون تطلعون خالد من عندكم ومحمد عشان ترتاحون اكثر تكونون بخير اكثر يعني. حميد خذ سؤال من عند الربع انا بس ارتب اموري والله لا عندي اسئله ولا شيء اموري تعبان يا حميد. علي عندك السؤال الاول 183 اوكي حميد اسمع السؤال. اين اقيم نهائي دوري ابطال اوروبا موسم 2017؟ السان سيرو او الالفيه؟ خلنا بين الاثنين هذاك شو اسمه هذا اليانز ارينا. هذا مال شو اسمه عندي في النص. خليك بالنص خليك بالنص حميد. نعم معك. النص فاضي ويقول لك خليك في النص اختار. ها اقول لك الالفيه. الالفيه ثبتوا له على الالفيه. استاذ علي دعدوع ممكن تتفضل ويانا؟ تعال علي تعال شوف وياك تعال. ها تعال علي مات هذا بيبي بيبي هذا تعال تعال علي. افا يا ابو حسن تعال ابغى اقول لك شيء يا اخي. ما شاء الله علي دعدوع هذا عقب ما تزوج قام يستحي. يا ها اوكي قبل لا تزوج كان يرابع الجميع يا اخي عقب ما تزوج نفس استوابه. ثبتوا له ثبتوا له استاهل ابوي استاهل. حميد امورك طيبه؟ كم حميد ربح؟ حميد حصل حاليا 500. 500؟ ايه من عندك تواصل على سؤال ال 1000 وتوكل على الله عقبها؟ 1500. 1500 مصر انت؟ نعم. ما في مجال حميد اليوم العيد والدنيا والناس تعبانه تحت. نحن نخاف تكون اول ضحيه يا حميد. والله ها اقول لك عطوا ال 1500 عطوا سؤال يستاهل عطى لي سؤال ب 1500 يستاهل. اعطي سؤال ب 1500 يستاهل. انت كل ما زيد الجوائز المذيع هذاك المعد يمرض خله اوكي. يلا يا حميد في اي عام اعتزل الحكم الايطالي كولينا؟ ما في اختيارات. 2005 دور في جوجل يا ريال انا ما 2006 ابراهيم
ما عندي صبر بتطلع انت ابراهيم شو سويت هناك عيل توني والله يا بالاسئله 2002 عندي اتوقع 2002 قديم مو 2005 2005 بالله عليك متاكد مسرع جوجل والله بالله عليك من جوجل والله مسرع جوجل اي والله جوجل منو طلع لك حميد الجواب هذه جائزه 1200 يا حميد حميد منو طلع لك الجواب حميد نعم 1200 درهم راضي 1500 عطى 300 علي عطى 300 علي حميد منو طلع لك الجواب منو ساعدك الحين من الساحل خذ 1500 توكل على الله حياك الله حميد كل عام وانت بخير شوفك على خير الغالي طلع اليوم انبسط وعيش في هالدنيا الطيبه الله يخليك اذا شفتني لا تلف علي واحد لف علي وانا جاي توه عشان جيت اخر وكنت بنزل الجامعه يا حميد بكلمه بس شفته معضل خفت يا حميد سلام عليك يا حميد شفت زند اكبر من راسه اوه شو يا ريال وقفنا عند الاشاره سويت عمري ما اشوف اشوف الصوب الثاني طالع كذي رد الصوب الثاني شوف يا يتنك على الصفا ما تقدر تشوفه طالعه تتذكر انشوده فارش التراب ويا ضم ضربت يا ريال لتو العيد تلبس عقالك كان سلسله في رقبتك وش اخويتك شلثم سلام عليكم وعليكم السلام كل عام بخير وانت بخير وصحة وسلامة منورين الشاشة الله يخليك شلثم تعطين عيدية ولا تاخذين لا ما أعطي ما أعطيتي حد أعطي ولا آخر ما أعطيتي حد أبدا هذا تنضم لفريقنا يعني أنت سؤال اليوم الصبح أعطيتي حد عيدية ولا لا سؤال واضح لا ما أعطيتهم ولا أخذ خلاص عيل نحن نبغي سؤالك على 100 درهم يوم تستوين كريمة بنستوين حن مثلك بربح منكم وبعطيهم يعني خذ من جيبه وعايد به ونحن شو اللي يضمننا انك راح تعطيهم هذا سؤال بعد الحين تعرف شو تقول يا رب ما حد من الصغار يعدنا يشوف يا رب تقول يا رب ما حد يعرف صوتي يا رب ما يعرفون الحين عادي اسمها مريم وتقولنا شلثم عشان ما حد ياخذ عنها الجائزه بس بدنا نطلب عنك الهويه تحملي ايه انتبهي ها هويه وفي رقم وفي دنيا غيرتي رايك مرحبا مريم هلا تفضلي مريم تفضلي دام فضلك قال دام فضلك يعني اعترفت اسمها مريم لا 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 ما يصير كذا والله شلثوم اسمي اكيد شلثوم اسمك مكتوب شلثوم في الهويه هي في الهويه شلثوم والله تستاهلين زين اقول لك على هالاسم الطيب سؤال ب 1500 روحي عطى علي 1500 سؤال واحد يلا روحي عطى 1500 ريال بدور لها سؤال اسهل من ماشي دخيله اوكي حلو عن فرنسا سؤالك من فرنسا جاي يلا عطنا سؤال عن فرنسا هل تعرفين شو اتخيل يا كلثوم اتخيل شقا كانت تذكرتي المدرسه كنت تعانين ايه اتذكر اتخيل انا حين اتخيل الصوت تعالي يا كلثوم صح ولا غلط صح وفي المدرسه كنتي بعد ما ماشي صح ها 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 كذي وكذي قام اخواتي يضحكون عليك يلا الحقي حين الحقي الحين الحقي بتحصلين عيدية وبتعطينهم شو نسوي عاد امي الله يسامحها خلتها الاسم علي الحين امك موجوده وياكم كم واحد عندك الحين ولد اختي اختك وامك واخواتك لا 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 ولد اخته واخته اختي ولد اختي حلو 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 توعدينا يا كلثوم انت تعطينهم 500 لا وايد يا اخي وهي 500 هي قالت انا باخذ من عندكم بعطيها يا رجل قلت لها 500 يعني 500 اقول اقول لك قلت لها 500 الضغط ارتفع عندها لا بس هي ولد هي وعدت الولد قام يلعب على ريل وحده يركض ولد اخته شو فيك اقول لك لا يقص عليك الولد عطيه 20 بس 20 لا بنرضيه ب 50 هاي الجديده 50 اعطيه 50 الجديده وامه لا تعطينا حاجه تعرفين ليش امه بس امه مفروض هي اللي تعطيني هذا الكلام هذا الكلام بالنسبه لام الولد من شو اسم الولد هذا الطيب علي علي شوفوا يا ام علي لا لا شو 20 شو 20 شوفوا يا ام علي شو 20 50 اسمع علي 50 بتعطي مو ب 50 50 ماشي زياده عليك رفجة تعطينا 100 درهم والله لو اسمع عليين قلت لك انا 50 ولا تعطيني زياده اسمعيني بارك الله فيك اعطي 50 وخذي من امه 100 فبيكون رجع لك 50 انا ابوي سؤال فرنسا لا 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 اذا لازم تقول تعطيه 100 لا لا ما تعطيه لا 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 انا قال عليه رفجة تعطيه 100 ولا تعطيني خليه يرفج روحه يعطيه صار صوم انت ودفع كفاره والله
ما فيني اصوم. لا لا اعطى روحي باقي الست، خليني اصوم الست، اعطيه 100 درهم. اقول ليش هذا علي لا تعطيني غير 25. زين سؤال تقول لنا من فرنسا، من هو بطل مونديال 1998؟ بطل هل هي البرازيل ام ابراهيم المانيا ولا شو تقول يا علي؟ سؤال من يا هو؟ فرنسا. سؤال يا من فرنسا، ما محتاج الموضوع والله. يعني المباراة كانت في فرنسا اصلا. فرنسا. وزيدان كانت في فرنسا. الحين اختك اللي تغششت؟ ولد اختي. ولد اختك؟ كم عمره ولد اختك؟ 17. كم عمره؟ 17. تعطي 50 درهم؟ 17 بتعطيني 50 درهم؟ صراحة 2006 ولا 2007 مواليدة؟ صراحة ما يصير. أقول لك يا علي، صراحة علي ما يصير، علي ما يصير. علي هاي خالتك لا تسلم عليها أبوي، هجرها ولا تدور لها فتوى. لا لا. هجرها مسموح، هذه هجرها مرة 50 درهم وقاعد غشيش خالتك لله. واسمك علي؟ أقل 200. أقل شيء تعطيني 1450 وتخلين 50 حقك. ما علي يصير خير. إجابتك صحيحة على فرنسا، أمورك طيبة إن شاء الله. استاهلين 1500 درهم، والله يحفظكم إن شاء الله ويحفظ لكم علي، إن شاء الله تشوفونه كذي في المراتب العليا ويتذكر إنه عطاك جائزة اللي هي فرنسا الإجابة، وعطيتي 50 درهم لما يشتغل فما يعطيك شيء، اشتري لك عطور كذي يوم يصير مر، تعرفين هاللي يرشون عطور يقول لك 10 عطور بمية، ياخذ لك من هذه 20 عطر بس كفنا. اللي هي بصداع. نعم دانا. ها في الأهل. لا ما راح أبغى والله بدانا. دانا عادتي مرة ثانية متصلة. 1500 هو عندي كمان. ايش حالك دانا؟ ايش حالك دانا؟ ايش حالها بعد دانا؟ دانا مريشه متصلت بكم في رمضان؟ دانا انت اتصلتي في رمضان؟ لا 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 ما كلمتنا. دانا ايش حالك؟ لا العام. انا منو انا؟ ما تعرفك ما تعرف. انا منو؟ رجعنا حق بابا وماما. سويتوها يعني صح؟ دانا بتشاركين ولا نسكر الخط؟ الحين تعرف شو المشكلة؟ المشكلة ان الام صار لها ساعة الا ربع تحفظها شو تقول. ما قالت غير شيء. نسيت نسيت كل شيء. دانا شو اخبارك حبيبتي؟ انت بخير؟ شوف جاوبت وياي. شو الابو هذا اللي عندي؟ صادق شكله ما تعرف انكم. انا ما الومك صراحه، يوم هذا ابوك يشيل حديد صيف وشتا صيف وشتا، شو عنده؟ بيخليه وبيسافر. هو بيخليه وبيسافر. عذب عمري ابوي وهو يشيل حديد. نسيته من كثر ما يسافر نسيته. دانا حبيبتي 500 درهم زينه بس الحين لما تعرف تسوي لها. لا 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 قالت لا. حلو دانا طماعة مثل ابوك. دانا اعطاك كم؟ نسميه عمي ابراهيم لانه كبير هو. لا وايد كبير. لا يدي ابراهيم. لا لا يدي. كم اعطاك يدي دانا؟ يدي ابراهيم كم اعطاك؟ 500؟ والله قالت يدي بعد. من نزلها ال 500؟ ومن عند بابا 400 ومن عندي انا 500. 1900 زين؟ بابا ما بيعطيك شيء. لا 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 بغير وصلنا 1400 نسيت. شوف من عند بابا. شوف من عند بابا 400. انت كم عطيت علي؟ 400. انا؟ اي كم عطيت؟ انا عاطنها ايدي. اي كم عاطنا هذا السؤال؟ خالها عاطنها اليوم 1000 درهم بالنيابه عني. نحن بالنسبه لدانا طبعا دانا بنت مذيعنا الرائع والجميل والانيق علي العليلي اخر حبه الاصدار الاخير ما يتحدث حتى يوم تحدثه ما فيه. نعرف والله باباه والله نحن طفرانين منه. تبي شليني شليه. تاك اديتينا بابا وبابا بارك الله فيك. ما حد غير ما حد غير عنده بابا يعني. 1500 تستاهل دانا من اسره البرنامج ويعني دانا هذا لان ابوها كان طول الشهر يكرف يعني هني يستاهل ويفطر في الطريق. تصير العاب ما عندي وقت اوديها. لا لا ودي العاب. دانا قولي لهم يعطيني اجازه اوديك العاب. ست شهور طالع اجازه وين هذا؟ انا شو تقولي؟ تبين اجازه؟ تبين يعطينا اجازه؟ خلاص الحين بنسوي صراحه مظاهرات هنا.
الموظفين يريدون إجازة لعلي العليلي. يلا عطوها تستاهل 1500. حياك الله يا دانة. الله يحفظك. الله يعطيك العافية دانة. يوم بيرجع بابا ترى بيعطونا ال 1500 اليوم، فخذوها أنا على طول. زين المتصل جاي منو عندنا؟ حياكم الله. مؤيد إبراهيم خذ المتصل جاي. طيب أنا مجهز لكم مفاجأة. عيالي ما تعرفون أرقام تليفونهم؟ حد قال لكم مؤيد مؤيد عندك في البيت؟ مؤيد خذ مؤيد أنت. مؤيد سلام عليكم. هلا وعليكم السلام. كيف الحال مؤيد؟ الحمد لله كل عام صحة طيبة. عساكم من عوادة. من العايدين والفايزين يا مؤيد، كيف حالك؟ آمين آمين إن شاء الله بالخير والصحة علينا وعليكم. آمين آمين. مؤيد مبروك. الله يبارك فيك. فزت معنا ب 500 درهم. لا 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 ما نقبل ترى مخططين ومخططين على ال 1500. هشا. زين مؤيد سؤال. سؤال. تفضل. الحين هذا ابراهيم الزعابي صح؟ هذا ابراهيم الزعابي نعم. كم مذيع؟ هلا. انزين هذا كان لاعب قبل. كنت لاعب نعم صح. انزين كان لاعب كرة قدم. كرتين بعد احيانا. بس اباك تقول لي شو كان مركزه؟ اوه شو كان مركزي لو تعرف، وين تروح الكرة انا وراها. ممكن تعيد السؤال؟ قاعد السؤال ما نعيد السؤال. ما اقتنع اني لاعب اصلا. والله شوف مؤيد. عندكم بلاي ستيشن في البيت؟ موجود. انزين حلو. ادخل على فريق من الفرق الدرجه الاولى وبتلقى ابراهيم الزعابي تلاقي واقف كذي. تلاقي واقف كذي ابراهيم. ايام ما كان ابراهيم رشيق. تصور. هذا اوه شوف شوف ابراهيم الزعابي. وش ال عرفت ايش شعار ينادي هذا؟ هالحمري شعار اي نادي؟ جزيرة الحمراء ابوي. هذا الجزيرة الحمراء. جزيرة الحمراء. جزيرة الحمراء بارك الله فيك. الجزيرة الحمراء. ايه خلاص. نعم. خلاص تفضل. كم عطيته 1500 درهم؟ لا لا ما جاوب. شوف شوف التقييم. شوف التقييم انت كم عطيني التقييم؟ ابراهيم الزعابي. شوف ابراهيم الزعابي كان شويت. إيه؟ نسبة الشوت عنده 5%. 5%. خرب بيت مخك. 5%. اقول لك انت بارك الله فيك متصل فينا بمتونته. كل ما يقول شيء عليك قمت تعيد وراه. خلاص ابوي ربحت خلاص. هذا فيه اللي كان يميز ابراهيم الزعابي في الملعب لياقته. كانت 1%. هذه نسبه الدهون فيه. هذه نسبه الدهون 56%. ابراهيم الزعابي المذيع. ايه مذيع صح صح ما عليه. اقول لك ولاعب كرة قدم. ولاعب كرة قدم. هذا اخوي. هذا اخوي ما عليه. لاعب كرة قدم. مذيع ولاعب كرة قدم. لاعب كرة قدم معروف. بتاع كله معلوم. معروف لاعب كرة قدم كان بالاحتياط. ابراهيم هاي هدية. وهاي شو هاي مال كهرباء؟ سيارة كهربائية. سيارة كهربائية. هذه هني صور هني. ها زين ما شاء الله. وهذا تعرف منو هذا؟ صورة خالد. شوف منو هذا. هذا منو؟ يلا خالد. خالد هذا؟ خالد الحمادي صح؟ خالد الحمادي. شو كان مركزه؟ ثاني أحسن واحد كان يلعب في الفريق. كنا اللعبة في نهاية الشوط. خالد الحمادي. لا فكر. هو يتعرى هاي فعلا الأسئلة يعني. هو ولا لا؟ مؤيد أنت عبالك هاي الأسئلة؟ الأسئلة هي هذه معنا نعطيه الأسئلة. هاي الأسئلة؟ أعطي الأسئلة هي. عطوه يستاهل. أعطي الأسئلة خليه يجاوب. زين. هذا من ابراهيم. خالد الحمادي شو كان مركزه في الملعب؟ في الملعب؟ ايه شو يعني مكتوب؟ يعني لاعب وين كان يلعب؟ برا على الملعب؟ مؤيد تاكي بتلي جلطه بارك الله فيك. مذيع مهاجم. مذيع مهاجم. مذيع مهاجم ما مذيع مهاجم. مذيع مهاجم. هذا مؤيد يعطيك العافيه. ربحت ويانا 1000 درهم الحين. مؤيد اقول لك حاجه. ما نرضى على ال 1000. مؤيد خذ 1500 دخيلك. أنا بدفع 500 من عندي. يلا. بعد بتقرمني بعد؟ حياك الله مؤيد فزت. كم الله يا مؤيد. حياك الله. يا مرحبا. طيب مؤيد فزت. قول إبراهيم أنا ما أتخيل بطايق اللعيبة في البلاي ستيشن يطلعون بغترة وعقال. علي الكلباني لو سمحت. الكلباني خذ وي. تفضل 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 بطاقتك. موجوده بطاقتي بعد؟ نعم نعم. يا سلام. شوف الله الواحد ويبي تاخير اللي يبي يشتري علي الكلباني في البلاي ستيشن فيفا. زين لاعب في العين. ها تمركزه بنسبه 80%. 80%. والشوت عنده 15% بس. اخي ما اعرف شو بده. زين ونسبه التمرير عنده الجيد 14%. انا 5% اعطيني شوت. ونسبه الدربلينج
الجري بالكورة 50%. يدز الكورة ويربع فيها بس ما عارف يصير. لا أكثر. أنا دفاعياً 100%. يا سلام. ولياقته 100%. يعني ويلسون إدواردو اللي كان يلعب في العين هو علي الكلباني. أقول لك ومضارب شعود. مضارب شعود. تفضل علي. تفضل بي. تفضل. كم قيمتك السوقية؟ حالياً يعني مش وايد يعني 15 تومان؟ ما يجيز بعد. أنا أيام يوم كنت صراحة صورتي حلوة طيبة. أنا والله أول مرة أشوفها تراهني. أنا أيام شكرا. أنا أيام يوم كنت شكرا ألعب. طبعاً أنا مدلعيني أشكر. أنا يوم كنت ألعب أكثر جائزة حصلتها بعدين حاطين صورة جديدة راتب 200 درهم كان راتبي في النادي. ما شاء الله لعيبة الله منعم عليهم. يلا نشوف ناخذ مكالمة جديدة. شوق سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صحة طيبة طال عمرك؟ الحمد لله بخير. منو احلى انا ولا هذا؟ انت بخير. وانت بخير. منو احلى صورة انا ولا صورة؟ لا تجاملين يا شوق، لا تجاملين. اذا ما جاملتي؟ لا ما جامل، ما جامل. يلا اوكي بنسمع. يلا. الطبيعة طبعا. لا لا لا. غزلت الصورة فوتوشوب ها؟ ايه صورة فوتوشوب. استحى استحى استحى. 1500. وبدون سؤال. تتحمل مسؤولية. عندك حد من أهلك يبغى يشارك؟ يمديك تطلعين تودين تليفون لجيرانكم؟ إيه موجودين موجودين ما شاء الله. 1500 توكل على الله. بس خلاص. ومجود صورة الرجال. أنا قلت مغطينا بعد. أنا قلت أقول إيه. أنا قلت شيء. مجود صورة الرجال. أنا قلت شيء يعني. بدي أسوي أدارك جديد فيه. بارك الله فيك. أنا صراحة كنت بتقول الصورة والله. لا لأن ستايل السبعينات يفرق. أنا صراحة الصورة كنت على طول بقول 1500. هي شو اسمها شوق كانت؟ شوق شوق شوق. شوق عطيناك 1500 من غير سؤال بارك الله فيك. أمورك طيبة؟ راحت شوق. استاهل تلعب بخير. الله يحفظك. خلونا بس نحط الصور وبنرجع. أنا لا بخلي صورتي أنا هنا. ما يحتاج. هنا بخلي كلام. أنا أعطيني الشوت 1%. 1% شي أعوذ بالله. لا خله خله هني ها. ألعب تيلك أنت. ها. ميرا السلام عليك. ما ادري وين ساره والربع. ميرا السلام عليك. وعليكم السلام. شو اخبارك؟ نعم وانت بخير. وانت بخير يا ميرا. شو امورك؟ تمام طيبة. حصلتي عيديه؟ لا والله يا دورها من عندكم. يا تاخذي العيديه من عندنا؟ ونحن ندور عيديه يا ميرا. اللي قدام 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 قدام. خلص يلا اذا جاوبتي منو هذا؟ جيت كذا ابراهيم اللي على الستاند تحصلين جائزه. ليش زين؟ اها بيطيح. ممكن يقدم ابراهيم واروح وي بيطيح. منو هذا؟ شوق ابراهيم. منو؟ ابراهيم زعابي. انزين شوفي بقول زين اسمي مو شوق. اه ميرا اجيب له متى ابراهيم؟ ميرا اصورك. وقف وقف اوكي ميرا اسمعي بصورك. إذا قلتي منو الأحلى اللي في الصورة ولا على الطبيعة بس تقولين الصدق بتحصلين فلوس كاش. إبراهيم ممكن صورة؟ والله أنا اللي يقول بصورك إبراهيم. يا سلام يا سلام. خلي قول تشيز. تشيز يلا ميرة. قصيت عليك مشغولينهم. فيديو يلا مشغولينهم. قولي سرعة منو الأجمل؟ الصورة. الصورة 1500 تستاهل. مبروك تستاهلين. تستاهلين صح. الصورة حلوة. الصورة تستاهل عطوة 1500. الجماعة طابعينها ومعدلينها فوتوشوب وغيره ومصورينها وتعبانه. بس انا مستغرب هاي مال الكهرباء العلامة هاي مال الكهرباء شو؟ عادي كلنا في الصور احنا. صحيح صحيح. عادي كلنا في الصور احنا. مثل صورتك في الهوية صح؟ صح. مثل صورتك في الهوية لا؟ صورتي في الهوية زينة. صورة الهوية زينة؟ الشعب كله في صورة الهوية كم مسوين كذي؟ ما تعرف منصدمين ان اول مره يسوون لنا هويات نشوف مثل هالصوره. يلا يا ميرا. ميرا كم اعطيتوها؟ 1500. 1500 تستاهلين ميرا. قالت صورتك احلى. قالت تستاهلين والله ميرا تستاهلين. ناصر. ناصر يعطيك العافيه. قبل ما يدخل ناصر انا في واحد من الشباب مطرش تهنئه. اي قال لنا اياها على هو عادي. ها الدنيا عيد عادي طرش تهنئه. لا تسمعونها فويس. يلا شغل فويس. شغل فويس تعطيني. يلا اعطني. يلا افتح ابوي افتح ابوي. تهنئة ابوي على الهواء. روح يكون فيها شيء. تحية طيبة اصدقائي زملائي يومكم مبارك.
عيدكم مبارك سعيد، والله سبحانه وتعالى يعيد علينا جميعا بالخير والصحة والسلامة إن شاء الله، وأتمنى لكم التوفيق لنا جميعا في العمل الإعلامي. هذا من هذا؟ زكريا. هذا متصل يهني بالعيد. شكرا لك صديقي زكريا. ما قبل 60 زكريا، تهنئتك في العيد جدا طويلة، لن نسمعها إذا أرسلتها، دخيلك اختصر كلامك ولا تتحكى وايد يا زكريا. شكرا لك يا بصراحة دخلته كأنك داخل مقابلة. خلاص زكريا انت اعلامي ومذيع ما شاء الله وقد الدنيا واللاعبين الكبار كله. لا بشكلكم على جروب مش رسمي، يعني هاي مجموعة واتساب غير رسمية فيها شباب الدوام. لا وما قال الله يوفقكم والله غيره، قال لا ان شاء الله توفق في العمل الاعلامي. يا اخي توفق روحك في العمل الاعلامي، مشكلتك انت اذا حاب الشغل الاعلامي وايد. ناصر سلام عليكم. ناصر سلام عليك. ناصر ويانا؟ ناصر اتوقع ما موجود، ما يسمعنا، سمع صوت زكريا وسكر. هو خاف من سمع صوت زكريا. ناصر راح، ناصر بي غيره. وردوا اتصلوا بناصر. ردوا اتصلوا بناصر. عبد الرحمن سلام عليكم. ولدك. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. أخوي هذا ما شاء الله، وين ولدي؟ ولدي صغير أنا. ولدك. عبد الرحمن إيش حالك؟ الحمد لله بخير. صحة طيبة طال عمرك؟ الحمد لله بخير. سمعت زميلنا زكريا كيف يهنينا؟ أبغيك تقول شراته يحصل 1500. سمعت إيش جاي يهني هذا الرجال؟ لا والله. شباب عيدوا له التهنئة، عيدوا له التهنئة إذا في مجال. هاي التهنئة المتعوب عليها. عشان أنت تقلده وتحصل 1500. ما يقدر. يلا نسمع. علي يضحك عليه شو. تحية طيبة أصدقائي زملائي، يومكم مبارك، عيدكم مبارك سعيد، والله سبحانه وتعالى يعيد علينا جميعا بالخير والصحة. إيه هاي التهاني ولا بلاش؟ ما شاء الله، وأتمنى لكم التوفيق لنا جميعا. ها يلا عيد. عبد الرحمن وايد صعب علينا. بسيط. هاي تصدق تصدق ان التهنئة مالي اصعب من امتحان مالي في الجامعة؟ انت ما تعرف لي شيء. يلا يلا يا عبد الرحمن. هلا قول لي. يلا قولها. السلام عليكم اصدقائي، عيد سعيد علينا وعليكم. لا اهم شيء نتمنى تحيه التوفيق. طيبه تحية. اهم شيء علي. عيد سعيد عليكم. ايوه هاي بدا. خلي العام وانتم بخير. شيء تباني اقول يعني؟ ايه يلا نبغيك بس اهم شيء كلمه تحيه طيبه. هي. عشان نقول فعلا انت جالس تقلد الزميل زكريا مستوي. يلا تفضل. يعني كانها اللغه يعني جزائريه، عرفت؟ ها اللغه الجزائريه، اللهجه الجزائريه، لهجه لهجه اقول لك من عندي 500 باقي 1000. اوكي حلو. يلا يلا روح عبد الرحمن، روح. شو تحيه طيبه زملائي. تحيه طيبه زملائي اشقائي وزملائي. روح 1500 درهم حياك الله. شوي وبتقول ابنائي ومستمعينا الكرام مشاهدينا احفادي مراسلينا. يعطيك العافيه عبد الرحمن، حياك الله ويا هلا ويا مرحبا وكل عام وانتم بخير ويا مرحبا بكم. والله عايبين لك ابراهيم الصوره وايد. ها اول مره حد المحل الصوره هاي كلها صراحه شعر الجزيره. ونعم والله افتخر في هالجزيره الحمراء والناس اللي موجودين. انا بعلقها في صدر الميلس. وين صورات بتحطها في صدر الميلس؟ ها صدر الميلس نفس الرجال اللي خذ فانيلة العين وعلقها في صدر الميلس. انا بقول لك صورتي صدر الميلس. لو تعلق اخوي في صدر الميلس ما حب يجيك. هالميلس خلاص بيستوي مهجور، شغله فيه قران بس. بعدين لا تنسى فيها شعار يعني. ناصر سلام عليكم. ناصر. ايوه اخوي. كيف الحال حبيب؟ يعني انت متصل وتقول لنا ايوه اخويا؟ لا يعني من ناحيه متصل بخدمة العملاء ولا شو؟ ناصر كل عام وانتم بخير. انت بخير يا رب. وين صرت بالعيد حبيبي؟ والله بالبيت لسه ما طلعت. والله ناصر انت طفران وانا طفران، مبروك 1500 درهم توكل على الله. والله اثنيناتنا نفس الشعور. ناصر. ايوه. 1500 درهم حتى الفلوس ما تفرحك، انت شو يفرح؟ الله يا رب. الله يخليك، ناصر الله يخليك، ادعي لي بالخير يا اخي. ان شاء الله. احس ان صوتك فيه وقار مش طبيعي. بس لا 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 ابراهيم بعطيك سؤال. اعطى سؤال. انا صراحه ما ارضى ناصر يا اخي، مو فرحان معانا. بعطيك سؤال ناصر. خلاص تمام يلا.
يلا روح. من سجل هدف الانتصار لمانشستر يونايتد في نهائي دوري ابطال اوروبا 1999؟ ما اعرف الصراحه. وال ما كنا موجودين. انت من مواليد شيرنغهام؟ ها شيرنغهام؟ شو شيرنغهام بعد هذا؟ ها خلنا شيرنغهام لا سولشاير. ها خلنا نحط الصوره على اليمب. خلنا نشتغل. وين تحطها؟ بس نشتغل. تعال انس يا ريال يا رجال. جاوب سولشاير صح ولا لا؟ يلا جاوب ناصر. بس بس تمام. بس سولشاير يمكن. متاكد؟ لا والله. ها؟ لا والله. شو اسمه بي الريال؟ شو يدرب هذا الحين؟ كان يدرب اليونايتد اعتقد بس ما بعرف وين انتقل والله. خلاص تمام صح صح. اجابته صحيحة. يستاهل. هي خليك كذي فرحان على الاقل عشان ما بنزعل حد. ها؟ لا لا ما نزعل. حلقة اليوم باكر حلقة وعقب خلاص فركش. نتريس الجاية. ان شاء الله. خلاص. عيد الاضحى عاد بروحكم بتكونون. هسا ابراهيم الزعابي وعلي و لا بترجع انت بتكون راجع. لا لا موجود ابوي فوضى هي سافر 9 شهور انت اخوي. طال عمرك مطرشين لوكيشن المسجد هنا. هذا ابوي هذا فاهم الموضوع غلط. هذا هذا فاهم الموضوع غلط. هذا رحلة الشتاء والصيف عند الاجازة. منو عندنا شباب على الاتصال؟ منو عندنا ابوي؟ يقول لك نون وياك. ما اعرف والله. عبد السلام؟ عبد السلام بعده بعده مش بعده. ها؟ اي زين. ابراهيم امانة هاي الصورة سنة كم؟ والله ما اعرف. هاي هاي يعني الصورة قبل موسمين بالضبط. لا هاي هنا مصوروا لنا اياها. اي اي قبل لا أكثر, اكثر اكثر. يعني أكثر. كم كم يوم ما يازت لك؟ كان 4 سنين يمكن. ما يازت لك ابراهيم؟ ما بهاي اللي ما يازت لي الثاني. هاي تعرف يوم حطوا نص الوي ما اعرف شو نص الوي ما اعرف كيف. اللي كندورة مال التيشيرت؟ هيك التيشيرت وكندورة زي اللي بفصل كندورة ولابس وكاشح حق شو. يعني هاي من سنتين ابراهيم؟ لا اكثر اكثر. أكثر أكثر. هاي أكثر. ها هاي يمكن لا لا هاي أول يمكن ما داومت يمكن قبل. هذا يمكن تكبير. ها إيه وكنت كبير قبل 5 سنوات. والحين يوم تصغير. لا تغيرت الحين تصغير. هذا عليك أنت. هذا عليك. عبد السلام السلام عليكم. بعد عبد السلام. ليش يا إخوان متصلين بنتوا على البقالة ما يرد موبايل فيدي يا إخوان. وصل عبد السلام. عبد السلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام. تعبتنا اخوي على ما نحصلك اخوي. تعبنا ونحن ندورك يا عبد السلام. ليش موجود انا وياكم؟ امورك طيب انت عبد السلام؟ ايون هي. كيف العيد وياك عبد السلام؟ بخير الله يسلمك. الحمد لله بخير وسعادة. كل شيء تمام؟ كل شيء تمام. عبد السلام بعطيك سؤال طال عمرك. اول شيء من وين هو؟ اي من وين عبد السلام؟ انا من العين. من العين والله ونعم. بس بس سؤال عندي. ها سؤال عندي. يلا عطه عطه سؤال يستاهل. شو جمع بعير؟ شو جمع بعير؟ هي. ايه بعيرات جمالات شو جمع حوار؟ ما في خيارات ابوي. العين افا ريال من العين. الدنيا عزب ودنيا وغيره. ها شو تقول عبد السلام؟ جمال. لا جمال. جمال الله يهدي. اي جمال الله يهدي. يعني انا اقول لك رمل تقول لي رمال. زين شو جمع حوار؟ وياكم عشان تضحك شوي. شو جمع حوار؟ حوار هي ايه حوارات. حوار هو اسم صغير الجمل. ها صغير الجمل. قول حوارات بندخلك السؤال. صغيرات الجمل. صغيرات الجمل. عبد السلام نسولف وياك ابوي ما بهذا سؤالك. سؤالك بسيط ان شاء الله. وهذا اللي بقول يعني اسئلتكم وايد وايد صعبه. لا انا هاي الاسئله بس علشان تصحصح معنا. من هو صاحب المركز 13 في موسم 2008 2009 في دورينا الامارات؟ ممكن دبل بجيره. دبل بجيره 18 19 دبل بجيره. لا حتى انا اقول الامارات. حتى ما كان موجودين. ما كان موجودين؟ ليش مسجلين عيل حتى؟ شو تقول؟ عبد السلام دبل فجيرة ولا وين؟ دبل فجيرة ولا الإمارات ولا حتى؟ اسمع الرمسة اللي عند إبراهيم. أقول لك عبد السلام الامتحان فجيرة من صفحة صح من صفحة صح ثبتوا لها دبل فجيرة. لوين لوين؟ نعم كيف لوين؟ خلاص عبد السلام اتفق وياك. عبد السلام
نعم اخوي. الامارات الغالي. انا قلت الامارات ولا دبل فجيره؟ انت قلت دبل فجيره. انت تبغي تغلط عمرك يا عبد السلام. انا اقول لك الامارات. ابراهيم بيساعدك. ابراهيم بيساعد عبد السلام. يستاهل يستاهل. علشان تجاوبك الطيب شوف الصوره، تابع الصوره وبنرجع ان شاء الله. يستر من اللي جاي. يلا. انا ترى مو وياكم على الشاشه. انا عيال وين تشوفنا اخوي؟ تليفون. انا بس على التليفون قاعد ارد عليكم. على التليفون ترد علينا. زين اقول لك ابراهيم اسمه اسمع عبد السلام. عبد السلام، بما ان هذا موضوعك تكفيك 1000 درهم. مبروك الحبيب، نشوفك على خير، كل عام وانتم بخير. حياك الله. حياك الله. شباب دخلوا لنا واحد يسمعنا صوته كذي حلو، يعني شاعري. لا لا انا بقول، انا عندي قصيده حق العيد. ولا اقول لك، بقول حق خالد الحمادي. سعيد سلام عليك. سعيد الحين بيجيبوا عسكور. والله ونعم. كم باقي اخوان على البرنامج؟ انت عندك قصايد صح؟ عندنا قصيدة شيء. لا لا قصايد أبوي يوم يسوون برنامج شعرة. إيه هنا ما عندي قصايد، أنا عندي برنامج رياضي هنا. صوته حلو ترى. والله صوته حلو مع نفس أخوي. يغني مع مشجعين. يشي يغني ويا المشجعين، غني في سناب. عكيف أخوي. أنا رياضي هنا لعب. حكمة علي. قصيدة شيء. باي شيء يوم بروح هذا. هذا منو؟ بناخذ راحتنا. هذا جوري بروح راحتنا. أنا يوم بسير خذ راحتكم عشان يفن شونكم أنتم. أنا صراحة. ملاعبنا. أنا عصبت سعيد. سامحني سعيد، عصبت السبب إبراهيم. شباب عطونا أين تقع الكرة. أي خلاص عصبت السبب إبراهيم. حليلة. أين تقع الكرة؟ لا لا شو ذنب شو ذنب. إبراهيم عصب فيني. ما يخص زين سعيد في إبراهيم. ما. سعيد أمورك طيبة والله. خيبة خمس كور. سعيد سعيد سامحني، انا معصب. انا يوم معصب كذي. وين هو سعيد؟ ما سمعنا صوته. سعيد اليوم العيد لازم ما تعصب اخويا. ايش اسوي ابراهيم؟ ما تعصب اخويا. يستاهل. تعصب اخويا. تعصب ايش سوي؟ اول شيء كل عام وانتم بخير. وانت بخير. وعليكم الصحه والسلامه يا رب العالمين. امين. يا الله. مرحبا سعيد. مرحبتين وسهلين اخوي. كيف الحال طويل العمر؟ الله يسلم طويل العمر اخويا. يلا سعيد جاوب. اخوي جاوب. اشوف اخوي بعد جاوب. اخوي جاوب. واحد اثنين او ثلاثة او اربعة. وين الكرة؟ اختفت. باقي ثلاثة. يلا ادعي ادعي تختفي بعدها واحدة. اختفت اختفت. ابغيك تقوم تصلي. ايوه تستحي. وين تستحي الكرة؟ يلا يا سعيد. هلا اخوي. يلا شوف الشاشة. ما اشوف. كيف ما تشوف؟ والله ما اشوف. انت مو ظاهره عندك الصوره؟ مو ظاهره. كيف مو ظاهره من عندك؟ انت تتابعنا على الشاشه سعيد ولا لا؟ الحين وصلت؟ هاي تابع القناه على الريل شكله. يلا شباب حركوا شويه الرقم ثلاثه. ها اشوفه. شوف شفته؟ اثنين اثنين. شاطر. يا ريال قاعدين يحركون ثلاثه وتقول لي اثنين. ثلاث سعيد يعني لو شباب ما لا توجد كره طلعوا له. شل الكره وياه. لا مبروك سعيد. مبروك ربحت الكره. مبروك جايستك كره ان شاء الله تستاهل. سعيد نسولف وياك ترى انا وابراهيم حبيبي وعسكور. الله يحفظك. 1000 درهم وحياك الله. السلام عليكم. تسلم يا مرحبا. حياك الله. تستاهل. ختام زين. بعد 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 نبى اربع متصلين يا جماعه. قدموا بنتوا على راحتكم. يعطيكم العافية مشاهدينا الكرام. ما نشوفك باكر صح؟ لا لا عندكم انتم البرنامج. الله يحفظك ان شاء الله ابراهيم. نشوفك بعد 6 شهور ان شاء الله. نشوفك ان شاء الله. اوه اجازه انت. بعد ست نتلاقى معاك في ايام. يعطيكم العافية مشاهدينا الكرام، تشرفنا التواجد معاكم في واحد من الثلاثة ايام العيد. طبعا الهدف بس انكم تفوزون معانا، مش الهدف البرنامج ولا الاسئلة، بقدر ما نبغي انكم تكونون فايزين معانا بعيدية العيد. شيء بسيط من الشارجة الرياضية لكم. كابتن على الشاشه اكيد. هذه حلقه استثنائيه ان شاء الله، وباكر كذلك راح تكون ان شاء الله حلقه استثنائيه في ثاني ايام عيد الفطر السعيد ان شاء الله. علي عندك الكلمه. ان شاء الله ان شاء الله باكر الكل بيفوز ويانا. وترى يعني في حلقه الغد على الساعه 5 طرشوا مسجاتكم وترسوا مره المسجات مره نبغيهم فوق 3000 مسج عشان ناخذ 3000 مكالمه. السلام عليكم.